بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده للمعرفة، وريكوا الحلاوة والجمال. ده بيت عمتي، بيت القديم. انا طالع دلوقتي على السلم، شوفنا احلى ايام الطفولة هنا. دي الأوضة أساسية، دي معمولة انت خد بالك البط وكده. بص البتاع دي راسها هي يا مصطفى. ايه دي؟ دي الفرنة، فرنة قديمة من أيام الله يرحمها أنت ذلك عمتي رحمة الله على العباد. أثار فعلا. أوضة ياما كنا جينا ونمنا هنا وقعدنا فيها الأوضة دي. والله كانت أيام حلوة. الله يا مصطفى، الحاجات دي مش هتلاقيها النهاردة، دي بتاعت الزمن الجميل. كان هنا في حنفية، طبعا هي موجودة لغاية دلوقتي، بس كان في هنا هو طبعا حوض أكبر من ده، قد ده مرتين تلاتة، طبعا عشان خاطر السقف مش هيستحمل وكده شلناه. ودي انت ذلك اللي هي العشة بتاعت البط والفراخ الحمام. شوفوا الفرن ده من عمر مراتي ويمكن اكتر كمان، بالطوب. نعرف نور الله يرحم العباد ويرحم سكان المكان ويرحم الحيين والميتين. شفت البلاليس؟ شفت ازاي الشغل بتاع زمان؟ شفت الطوب نفسه، طول نفسه اللي متصور بيه. ادعوا الناس اللي كانت عايشة هنا يا جماعة بالرحمة يا رب، ادعوهم بالرحمة. انت طبعا طوب ني، طوب ني. ايوه اشوف انت. مش طوب احمر. يلا معلم، ده السيد مصطفى بشير ابن الله يرحمها الحاجة انت ذلك ابن عمتي. ايه طب ما طلع. طيب ماشي. الله يرحم العباد، الله يرحم العباد، الله يرحم العباد. رحمة الله على العباد، رحمة الله على العباد، رحمة الله على العباد. شوف يعني البلاليس دي مرصوصة راس أساتذة، مفيش طوب أحمر، طوب ني. الله يرحمك يا عمتي ويرحمك يا عم خضري ويرحم حسني والنبيل والحيين والميتين يا رب، الحيين والميتين. شفت العمارة اللي قصادنا دي برضه نفس. يلا بينا يا سيد مصطفى. الله يرحم العباد. يلا يلا حق مصطفى. يلا بعد العصر هتروح. توكلنا على الله، توكلنا على الحي الذي لا يخل ولا ينام ولا يموت. ده كان حمام قديم.